السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم طاهبة هشيمة إبراهيم فرج، معيدة قسم أمراض الطيور والأرانب كلية الطب البيطري جامعة بنها. هنشرح النهاردة سيكشن بعنوان Lab Diagnosis of Rabbit Diseases، المقرر العملي للفرقة الخامسة لمادة أمراض الدواجن. قبل ما نبدأ اللاب دايجنوزس هستعيد معاكم احنا خدنا ايه من بداية السكاشن. في بداية السكاشن خالص قلنا السكيما اللي هنمشي عليها هو عبارة عن عنوانين كبار، وهو الفيلد دايجنوزس واللاب دايجنوزس. الفيلد دايجنوزس على مستوى الحقل، اما اللاب دايجنوزس الليفل الاعلى وهو المعمل. في الفيلد دايجنوزس احنا اخدنا الكيس هيستوري من صاحب الحالة اللي جاي يشتكي، بعد كده عملنا كلينيكال اكزامينشن للليفنج انيمال، وبعدين عملنا بي ام اكزامينشن عشان اشوف الليجونز الموجودة عندي تديني دلالة على الامراض، عشان انتهي واقول I suspect the disease is، مجرد بقول suspect. طب ازاي اتنقل من حالة السسبكت لحالة الكونفيرميشن؟ عشان اتنقل من حالة السسبكت لحالة الكونفيرميشن لازم انا اروح المعمل ومعايا عيناتي عشان ابدأ اقول I confirm the disease. نبدأ بقى نروح على السكشن بتاع النهاردة، وهو ازاي اعمل laboratory diagnosis للرابيد diseases. اللابوراتوري دايجنوزس عبارة عن خطوتين، الخطوة الأولى إن أنا أعمل سامبلينج، الخطوة الثانية إن أنا أبدأ الخطوات بتاعتي في المعمل واللي بسميها اللاب بروسيديرز. أول خطوة عندي في اللابوراتوري دايجنوزس هو السامبلينج. إيه هي طبيعة العينات؟ طبعا بقسمها على حسب حالة الأنيمال اللي قدامي. لو هو ديد هيبقى على حسب البي ام فايندنج. معنى إيه على حسب البي ام فايندنج بتاعتي؟ يعني مثلا لقيت الليجون في الليفر هياخد جزء من الليفر، لقيت الليجون في السبلين هياخد جزء من السبلين، وهكذا. طب لو هو alive لسه عايش هاخد منه نزل سويب، انال سويب، سكن سكريبنجز، دروبنجز، بلاد اند يورين سامبلز. كل واحدة من السامبلز دي بتبقى ليها بريكوشنز، ليها بروسيدورز باخدها ازاي وامتى اخدها. النزل سويب باخدها عشان اعمل دايجنوزس لواحدة من اتنين، باستريلا مالتوسيدا او بورديتيلا برونكسيبتيكا اللي بيسيبوا لي الجهاز التنفسي. ازاي اخد نزل سويب؟ اول حاجه انا محتاجه هيلبر معايا عشان يمسك لي الرابت، تاني حاجه انا بستخدم الثين سويبس، ويفضل اللي ليها ميتال ستيم عشان ما تتكسرش او تتني وانا باخد السويب. تالت حاجه هاخدها منين؟ انا بعمل انسيرشن للسويب انتو الانتيرير بورشن بتاع النوز. ممكن يحصل لي حالات سنيزنج وخاصه في الارانب اللي هي سفرنج من السنافلز، فاخد بالي وانا باخد السويب. طب البريكوشنز اتجنب ايه؟ هتجنب حاجتين. اول حاجه ان انا ما اخشش ديب قوي في النزل كافيتي عشان ده هيعمل لي تروما وممكن يوصل لي للنوز بليدنج. تاني حاجه ما اخدش السواب من الديستشارجز اللي موجوده على السنوت من بره، لان دي بتبقى كلها كونتامينيشن. تاني حاجه الانال سواب دي بستخدمها عشان اعمل دايجنوزس للانتيرو باثوجينيك اي كولاي، وخاصه في الاكيوت فيس. ليه في الاكيوت فيس بس؟ لان الميكروب بيختفي في خلال من 7 ل 14 يوم حتى لو هو لسه بيعمل لي مشكله. تالت حاجة السكن سكريبنج، وده بعمله عشان اعمل ديتكشن لواحدة من اتنين، وهو المينج والدرماتومايكوزس اللي هو السكن ديزيزز اللي ممكن تجيلي في الارانب. ازاي بعمل سكن سكريبنج؟ بجيب المشرط وابدأ اعمل قشط لمنطقة الافكشن واخدها على جلاس سلايد. رابع حاجة بجمعها هي البليتس، ده لو انا شاكة في امراض بارازيتك، وعشان اعمل ديتكشن ليه للاجز اوف المنسز يعني الديدان بشوف البيض بتاعها، او ان انا عندي مشكلة كوكسيديا هبدا اشوف الاوسيست. اخر حاجة هجمعها هو البلاد او اليورين سامبل. البلاد سامبلز باخده من المارجنال اير فين او السيفاليك والترزل فين. في حالة السيفاليك والترزل فين انا بستخدم الزايلول، بعمله ابليكيشن على الفين عشان يحصل لي فازو دايلاتيشن، وبالتالي الفين يظهر قدامي واقدر اسحب منه العينة. ياخد بالي من حاجة ان البلد بتاع الرابت يبقى فيه سودو زينوفيل او هيتروفيل بدلا من النيوتروفيل. طب بالنسبة لليورين، اليورين احنا قلنا نورمالي في السكاجين اللي فاتت ان هو كلاودي نتيجة وجود الكالسيوم كربونيت، واللي بيحصل لها برسبتيشن بعد فترة من الوقت. دي بتظهر لي تحت الميكروسكوب امورفاس كريستالز. تاني حاجة اعرف عن اليورين ان البي اتش بتاعته بتبقى الكالاين. طيب عامة كده ان البلد واليورين تيست ما بقدرش استخدمها دايما في الارانب، مش دايما مستخدمه. انا كده جمعت العينات، هدخل بالعينات دي بقى المعمل عشان ابدا اللاب بروسيدجرز بتاعتي.
اللاب بروسيدورز عبارة عن حاجتين، اما ان انا هعمل دايركت اكزامينيشن او ان دايركت ديتكشن. دايركت اكزامينيشن انا هتعامل تحت الميكروسكوب، اما الان دايركت هبدا ازرع الاول البكتيريا دي او اسبغها او اعمل هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن لعند الليفر او السبلين او الانتستين، ايا يكن اللي انا هجمعها ايه. الدايركت مايكروسكوبيكال اكزامينيشن للعينات اللي عندي زي الانتستينال سامبل او الليفر سامبل، البايل، السبلين، الهارت بلاد اند ريسبيراتوري سيستم سميرز اللي انا خدتها، هبدا اعمل لها دايركت مايكروسكوبيكال اكزامينيشن. اول حاجه الانتستينال سامبل هاخدها من المكان اللي ظهر عليه ليجون، او ان انا هاخد من الاليوم والسيكم والكولون عينه ريبريزنتيف من كل سيجمنت فيهم. طيب هتعامل مع العينه دي ازاي؟ هتعامل من غير صبغه وبصبغه. طب وزاوت ستيننج انا هعمل ديتكشن لايه؟ اول حاجه ان انا ممكن اعمل ديتكشن للاوسيست بتاع الكوكسيديا، او ان انا اشوف نيماتود ايج. تاني حاجه للساكارومايسيس ييست، ودي بتبان لي في السلايد ازاي؟ بتبان كانها سيجار شيب، او ان هي زي التست تيوب مقفوله بخطين من البيدز او جلاس بيدز. انا جبت ازازتين صغيرين كده وقفلت بيهم التست تيوب خطين. طب تالت حاجه ان انا اشوف بروتوزوا او فلاجليت. طب عشان اعمل ديتكشن للفلاجليتس لو انا عامله سسبكشن ليها، لازم أن يبقى الحيوان ريسنتلي ديد لانها بتختفي بسرعه. هنا في العينات اللي قدامي دي انا واخده سلايد، وتحت الميكروسكوب انا شايفه ايه؟ يمين هنا انا عندي السيجر شيب ساكارومايسيس ييست، زي ما احنا شايفين لو دققنا شويه هنلاقيها شبه التست تيوب فعلا، وكان جواها جلاس بيدز قافله. طيب على الشمال احنا شايفين النيماتود ايج، ومعاها كمان الاسهم الصغيره على الاوسيست بتاع الكوكسيديا. طب ويز ستيننج، ويز ستيننج انا عندي كام صبغه وهعمل ديتكشن لايه بالظبط؟ انا عندي 3 صبغات، جرام ستين، جمسه، وكربوفلوكازين ستين. جرام ستين معنى ان انا هستخدم جرام ستين اما ان انا هشوف جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، وبستخدمها في الريسنتلي ديد انيمالز. ليه ريسنتلي ديد انيمالز؟ لان جي اي تي مايكروبس بتبدا بعد الوفاه بتكتر جدا وتعمل لي ماسكينج لاي ميكروب عمل لي المشكله، وبالتالي انا عايز اعرف المشكله الاساسيه جت منين، مش هستنى لما يحصل لي ماسكينج للميكروبس اللي عندي. طيب جرام ستين عندي حاجتين، ايكولاي وكوليستيريديا. الايكولاي جرام نيجاتيف رود، اما الكوليستيريديا بتبان لي فيري كيرلد جرام بوزيتيف. طب الصبغه الثانيه الجيمسا ستين، باخد فيها الاليال سكرابنج. يعني ايه اليال سكرابنج؟ يعني انا بعمل كحت لجزء الاليال من جوه، معنى ان انا عامل كحت معنى ان انا واخده جزء من الابيثيليوم. يعني الجيمسه دي هتصبغ لي انترا سيلولار باسيلاي اللي بتعمل لي مشكله التايزرز ديزيز. طب الكربوفلوكازين ستين بستخدمها عشان اشوف الكريبتوسبوريديوم اللي بيبان لي لارج ريفراكتايل سفيريكال اجينست كولورد باك جراوند. هنا انا شايفه الايكولاي هي جرام نيجاتيف روتس، ده جزء الميديا الايوسين مثيلين بلو اللي بتظهر لي كولون الايكولاي فيها جرين ميتاليك. هنا الفيري كيرلد جرام بوزيتيف رودز اللي هي بتاعه الكوليستيريديا، اما هنا كريبتوسبريديا اللي بتبان لي لارج ريفراكتايل سفيريكال اورجانيزم اجينست كولورد باك جراوند. تاني حاجه الليفر سامبل هتعامل برضو بنفس الانتستينال سامبل وزاوت ستيننج ووز ستيننج. وزاوت ستيننج لو انا شاكه ان الابسس اللي موجوده على الليفر ده سببه الايميريا، فانا هاخدها عشان اعمل لها ديتكشن للاوسيست. اخد بالي انا الاوسيست بتاع الكوكسيديا انا مش محتاجه الستين. طيب ويز ستيننج انا هستخدم في الليفر الجيمسا ستين بس عشان اشوف حاجه من اتنين، اما بنانا شيب تاكيزويت نتيجه التوكسوبلازما انفكشن، واخد بالي ان لازم العينه تكون فريش لان هي بتختفي بسرعه بعد الوفاه. تاني حاجه اعمل لها ديتكشن هي الكلوستريديا بيليفورم اللي بتعمل لي التايزرز ديزيز. تالت عينة هي البايل، ودي باخدها عشان اعمل ديتكشن الايميريا انفكشن، هشوف الاوسيست، وبرده احنا متفقين مفيش ستين. رابع عينة عينة الاسبلين، ودي هصبغها بالجمس عشان اشوف البنانا شيب تاكيزويت نتيجة التوكسوبلازما انفكشن، واحنا متفقين ان العينة تبقى فريش. خامس عينة والاخيرة اللي هي الهارت بلاد او ريسبيراتوري سيستم سمير، انا هاخد سمير من الريسبيراتوري سيستم او هاخد البلاد هصبغهم بجمسة عشان اشوف البايبولاريتي بتاعة الباسترولا مالتوزدا انفكشن. هنا لما نبص على السلايد دي هنا انا شايفه البايبولاريتي بتاعه الباسترولا مالتوسيدا. تاني خطوه في اللاب بروسيدجرز هي عباره عن الاندايركت ديتكشن. الاندايركت ديتكشن بعمله عن طريق حاجتين، اما كالتشرنج او ايزوليشن للمايكرو اورجانيزم اللي معايا، او ان انا هعمل هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن للاورجانز اللي انا عملت لها نقل بالفورمالين. طيب الكالتشرنج انا عندي بريكوشنز ان الانيمال لازم يبقى فريشلي ديد في خلال ساعتين من الوفاه بتاعته.
تاني حاجة اما ان هو فريش او ان هو فروزن سامبل انا عندها مثلا عشان اشتغل عليها بعد فترة. تالت حاجة لو هو لايف بيفضل ان انا استخدم انيمال واخده منه عينه ما يكونش تريتد، وخاصه لو انا شاكه في انتستاينال ديسوردر. طب بالنسبه للعينات الريسبيراتوري، لو انا شاكه في امراض ريسبيراتوري زي الباسترلا او البروديتيلا برونكسيبتيكا، انا ببدا اعمل ايزوليشن على ميديا مخصصه للاتنين دول. ايه هي الميديا؟ اللي هي التريبتوز اجار، وضايفه عليها 5% هورس سيرم او بلاد اجار. طيب هتظهر لي الكولوني شكلها ايه؟ طبعا انا شاكه في باسترلا مالتوسا ده او بروديتيلا برونكسيبتيكا، هيفرق لي منهم هو شكل الكولوني. الباسترلا المطوسة ده بتبان لي سموس وميوكايد وإيريديسنت، معناها ان انا لما اجي اسلط الضوء عليها هتبدأ تديني لمعة. اما البروديتيلا برونكسيبتيكا تبقى سمول وسموس ولونها بيبقى جريش بلو. طب لو انا شاكة في جي اي تي ديستربنس، باخد انال سويب او انتستاينال كونتنت وازرعها على ايوسين ميسيلين بلو، خاصة لو انا شاكة في الانتيرو باثوجينيك كيكولاي، هتطلع لي الكولوني جرين ميتاليك. الهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن، انا خدت سيكشنز من الاورجنز وحطيتها في فورمالين، عملت لها فيكسيشن بفورمالين، وبعد كده هبدا اعمل منها البلوكات زي الباثولوجي عشان اشوف مايكرو اورجانيزم او شكل الديسيز على الاورجن. بالنسبه للانتستاينال سيكشنز انا بشوف الايكولاي اتاتشد للفيلاي بوردر. بالنسبه للتايزرز ديسيز انا بشوف انتراسيلولار باسيلاي اللي احنا سبق وسبقناها بالجمسه في الاليال سكريبنج. الكوكسيديوزس بشوف الديفلوبمنتال ستيجز في الانتستاينال ابسيلي. رابع حاجة بشوفها هي الكريبتوسبوريدي. الأورجن التاني الليفر أنا بشوف فيه مميز الرابيد فيرال هيموراجيك ديسيز اللي بيعمل لي هيباتيك نيكروزس اند مايكروثرومبوزس في البلاد فيسلز. بالنسبة للسي ان اس، باخد عينة سي ان اس في حالة السسبكت بانسفاليتي زونوس عشان اشوف الجرانيلوماتس انسفاليتس موجود ولا لا. السبلين باخدها عشان اعمل ديتكشن للتوكسوبلازموزس عشان اشوف البنانا شيب تاكيزويتس. وبكده بعد كل الخطوات اللابوراتوري دايجنوزس انا اقدر اقول we confirm the disease. Thank you so much.